السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في كل مكان من الرافدين. هل اللغتان العربية والعبرية من أصل واحد؟ وأي فصيلة لغوية واحدة من اللغتين هي أصل للأخرى؟ وما مظاهر تأثير النحو العربي في النحو العبري؟ وهل كان اليهود يتعلمون النحو العربي؟ سنناقش ذلك إذن مشاهدينا في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان العلاقة بين اللغتين العربية والعبرية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إذن في لسان العرب من الرافدين. وذكروا بموضوعنا هذا الأسبوع العلاقة بين اللغتين العربية والعبرية. نرحب بدأ مشاهدينا بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت، أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية. حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومرحبا. ونرحب أيضا مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من الدوحة دكتور محمد خالد الرهاوي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية في جامعة قطر. حياكم الله ومرحبا بكم دكتور محمد. أهلا ومرحبا بكم، تحية لك ولضيفك وللمشاهدين الكرام. حياك الله. إذن نبدأ دكتور حمدي، حدثنا بدأ عن اللغتين العربية والعبرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة العلماء قسموا اللغات تقسيمات عرقية إن صح التعبير، يعني قسموها إلى فصائل أو عائلات. فمثلا قالوا اللغات السامية، أو بمعنى أصح كما يسميها كثير من العلماء اللغات العروبية. هذه اللغات تضم عدة لغات متقاربة، يعني لها أصل واحد. فمثلا اللغة العربية واللغة الأكادية واللغة الفينيقية واللغة الحبشية واللغة الآرامية واللغة العبرية والكنعانية، كل هذه اللغات كلها منشأها من لغة واحدة. نعم. هذه اللغة الواحدة خرجت من شبه الجزيرة العربية. نعم. في الرأي الراجح ما هي إلا قبائل من البدو الرحل، حدثت أمور البدو يعيشون على أمور المرعى وأمور الأمطار، حدثت أمور معينة جعلتهم ينتقلون من هذه الأماكن إلى أماكن أكثر خصبا. أول انتقال كان في الألف الرابع قبل الميلاد، وهذه الهجرة كانت للأكاديين الذين هاجروا إلى شمال الجزيرة العربية، شمال شرق إلى العراق، إلى العراق. نعم. أو بلاد الرافدين. نعم. وكان في هذه ما بين النهرين كانت تسمى سابقا كانت تسمى بلاد الرافدين. نعم. نعم. ما بين النهرين. نعم. في هذه المنطقة كانت شعوب تعيش تسمى بالشعوب السومارية. طبعا تم السيطرة على هذه الأمور، وعاشت هذه القبائل التي في أصلها هي قبائل عربية. لكن عندما ذهبت إلى بلاد الرافدين واختلطت بأهلها الأصليين بدأت تتغير الأمور وتحدث لهجة من اللهجات التي صارت تسمى بالأكادية بعد. وفي هذه المناطق أيضا اخترعت أول كتابة عرفها عرفتها البشرية، المسمارية. نعم. بالخط المسماري الذي يشبه المسمار. ولكن هذه اللغات التي تفضلت بذكرها أستاذنا هي تعود إلى أصل واحد مصطلح على تسميته السامية، يعني تعود إلى سام بن نوح. أنا سأتي إلى هذا الكلام، لأنه في بعض العلماء يعترض على هذه التسمية ويقول هذه التسمية من حيث الوضع غير صحيحة. نود أن تتكرم لكن من حيث بالاختصار فيها. بالاختصار. تفضل. ثم حدثت هجرات أخرى في القرن الثالث قبل الميلاد إلى الشمال غرب، وهم الكنعانيون. ثم بعد ذلك بعد في الألف الثاني قبل الميلاد كانت هجرة ثالثة للشمال، وكان منهم غرب وشرق.
وهم الأراميون. أراميون. نعم. الكنعانيون طبعا من لهجاتهم من اللهجة العبرية. نعم. الذين سكنوا الأرض المقدسة الكنعانيون. يعني الكنعانيون في نعم. في فلسطين وهذه نعم. المناطق. نعم. طبعا من العلماء الذين درسوا في علم اللغة المقارن من هؤلاء الأستاذ دكتور محمد صالح توفيق. وهو أستاذ علم اللغة المقارن بجامعة القاهرة يقول لا توجد في الحقيقة أمة تسمى السامية أو السامية. نعم فهذا مصطلح أطلقه المستشرق النمساوي تشلوسر نعم. على الشعوب التي زعم أنها تنحدر من صلب سام بن نوح تسمية حديثة. نعم. نعم وكان ذلك في عام 81 و700 و1000 للميلاد وهو مصطلح غير علمي من جهة الوضع ولكنه صار كذلك من جهة الشيوع. من جهة الشيوع شاع هذا المصطلح. نعم صحيح. لكن ولذا في كثير من العلماء المقارنات من العربي يسمون هذه اللهجات أو هذه اللغات يسمونها اللغات العروبية. العروبية. على جميل. أن أصلها الأصل الأول الذي يسمونه اللغة السامية ما هو إلا اللغة العربية الأولى القديمة. تفرعت منه العبرية وغيرها. كلها. نعم. العبرية لهجة متأخرة. متأخرة. نعم. يعني. نعم. الجملة الأخيرة دكتور إذا سمحت لأنه الوقت. أنا كنت أود أن أتكلم عن العلماء الذين عرفوا. المقارنات لنا. قبل العصر الحديث تفضل. يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي عرف الكنعانية ويقول وكنعان بن سام بن نوح إليه ينسب الكنعانيون وكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع العربية. هذا الخليل. الخليل نعم نعم علما بأن التوراة أخرجت الكنعانيين من أولاد سام. لماذا؟ لأن الكنعانيين كانوا يسكنون الأرض المقدسة وإبراهيم عليه السلام هو ومن معه كانوا ضيوفا لم يكونوا أصليين في الأرض المقدسة. من العراق هم في الأصل سيدنا نعم. إبراهيم صحيح. نعم. نعم. أنا أتكلم على جانب تاريخي. تاريخي نعم. صحيح. نعم. ولذا في سفر التكوين أخرجوا الكنعانيين من أولاد سام لأنهم لم يعترفوا بحقهم في الأرض المقدسة. نعم. أيضاً الخليل بن أحمد يعرف العبرية وأنها لغة اليهود ويفرق بينها وبين الآرامية يقول والعبرانية لغة اليهود. طيب. ويتكلم في كلام آخر. ابن حزم الأندلسي أيضا عرف العلاقة بين السريانية والعبرية. يعني ما الذي تريد أن تقوله بجملة من هذه الاستشهادات دكتور؟ من هذه الاستشهادات بأن العلماء أنا القدماء كانوا يعرفون بأن هذه اللغات التي يسمونها في علم اللغة الآن الحديث وتدرس في الجامعات بأنها لغات سامية بأنها لهجات من العربية الأولى وأن اللغة نعم. العربية هي الأصل. نعم من هنا دكتور محمد خالد الرهاوي نجدد ترحيبنا بك. إذن ما مظاهر تأثير النحو العربي في النحو العبري وهل كان اليهود يتعلمون النحو العربي؟ طبعا التأثير والتأثر بين اللغات والحضارات أمر طبيعي وغالبا ما تؤثر الحضارة الغالبة في الحضارات المغلوبة وتؤثر لغتها في لغات الحضارات المغلوبة أيضا وقد تأثر نحو العبرية بالنحو العربي كثيرا في جوانبه كما سنرى كلها في جوانبه كلها أيام كانت الحضارة العربية الإسلامية هي الغالبة. أما مظاهر تأثر النحو العبري بالنحو العربي فكثيرة جدا منها في النشأة والتطور ومنها في أسماء الكتب وألقاب النحاة ومنها في المصطلحات النحوية ومنها في الشواهد النحوية والصرفية واللغوية أيضا ومنها في الأصول النحوية والصرفية ومنها أيضا في المسائل الصرفية الكلية ودقائق التصريف وغير ذلك. أما الشق الثاني من السؤال هل كان اليهود يتعلمون النحو العربي فالجواب نعم ذلك أن اليهود لم في مختلف البلدان التي كانوا يعيشون بها بعد الشتات لم يعنوا بوضع قواعد للغتهم العبرانية واكتفوا بدراسة العهد القديم وتتبع جزئياته المتعلقة بالإملاء والتنقيط والنبر وتسجيلها وعدها وتصنيفها بدءا تقريبا من القرن الثاني والثالث الميلادي وإلى ما بعد القرن العاشر الذي أدخلوا فيه نظام النقط والحركات بعد اختلاطهم بالعربي والمسلمين والاطلاع على ثقافتهم وعلومهم وتتلمذهم على أعلام العربية. إذن كيف بدأ من هؤلاء النحو العبري دكتور عفوا نعم
كيف بدأ إذن النحو العبري؟ طبعا النحو العبري بدأ كما ذكرت بعد أن تتلمذ أعلام اليهودية على أعلام العربية، وهذا ما تذكره دائرة المعارف اليهودية، تقول إن اليهود لم يؤلفوا كتابا في قواعد لغتهم على الإطلاق إلا بعد تتلمذهم على يد العرب. من أبرزهم؟ بعد أن نشأوا في مهد الثقافة العربية نشأة مكنتهم من فهم العلوم العربية على مختلف أنواعها. بدأ اليهود بعد ذلك بوضع قواعد لغتهم متبعين الطرق التي اتبعها نحاة العربية. طبعا أول من بدأ النحو العبري على يد سعدي الفيومي الذي نشأ في العراق في الكوفة خاصة وتنقل بين مدنها، ثم انتقل إلى مصر وألف بعد أن تتلمذ طبعا على يد أعلام النحاة العرب. لذلك سمي الفيومي يعني نسبة إلى مصر. نعم. بعد أن انتقل إلى مصر سمي الفيومي وألف قاموسا للغة العبرية تأثر فيه كثيرا جدا بعلوم العربية، وكان يستشهد كثيرا من كتاب المقدس ومن كلام العربي والنحاة العربية. والانطلاقة الفعلية تقريبا أو هو المؤسس البداية الفعلية للنحو العبري. هناك أيضا تلامذة سعدي الفيومي منهم من الذين يعني نشأ النحو العبري على أيديهم وتطور، منهم مناحيم ابن سروق صاحب كتاب المفكرة وهو معجم لغوي جمع فيه انفرادات الكتاب المقدس وافتتحه بمقدمة طويلة جدا عن النحو العبري، واتبع طرائق النحو النحاة العرب تماما في التأليف، ميز مثلا بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة أو الأصول والزوال، أيضا اتبع نظرية الاشتقاق كما هي موجودة في العربية، اشتقاق الأسماء من الأفعال أم الأفعال من الأسماء وغير ذلك. منهم مثل أيضا دوناش ابن لبراط، والذي أدخل أوزان الشعر العربي إلى الشعر العبري وصار لدى العبريين شعر، وهو دوناش ابن لبراط هذا أول من نظم أو أول من نظم نظما نحويا عبريا على طريقة ابن عبد المعطي الزواوي في ألفيته وابن مالك في ألفيته والحريري في ملحة العرب وغيره. دكتور محمد عفوا يعني هل لديك جملة أخيرة؟ تفضل. طبعا المتأمل لجمل أو لكتب النحو العبري يدرك بما لا يدع الشك أو بما لا يكون هناك أي شك أن النحو العبري هو نحو عربي وكيف على اللغة العبرية أو طبقت واستحضرت له شواهد من اللغة العبرية. نعم، إذن من هنا دكتور حمدي بعد هذا التأصيل عن اللغتين العربية والعبرية نريد أن نعرف دكتور أي اللغتين أصل للأخرى، هل اللغة العربية أم اللغة العبرية؟ في الحقيقة عندما أتكلم في هذه الجزئية لن أذكر كثيرا من علماء العربية وإنما أذكر من علماء اليهود ومن المستشرقين لنرى رأيهم في هذه القضية. يعني ابن بارون العبري كتب دراسة مقارنة أو مقارنة بين اللغتين العربية والعبرية في مؤلفه المعنون بالموازنة بين اللغة العبرانية والعربية. جميل. نعم، كان ينظر فيه إلى أن اللغة العربية هي الأصل أو هي الأقرب إلى الأصل السامي الذي ينبغي الرجوع إليها أولا في المسائل اللغوية العبرية. هذا من فم اليهودي يعني. هذا من فمه هو من كتابه. نعم. من المستشرقين في العصر الحديث نذكر منهم طبعا وهم كثر، لكن نذكر منهم مثلا أولمستد الذي يرى أن البدو العرب كانوا أول من تكلم باللغة السامية. المستشرق عبد الله في ليبي يعتقد أن اللغة العربية أقرب من جميع اللغات السامية إلى اللغة الأم الأصلية، وهي على الأغلب أقدم لغة في العالم وما زالت حية حتى يومنا هذا. المستشرق دي جوج الذي يقول إن اللغة العربية تقرب كثيرا من اللغة السامية الأولى وتتصل بها أكثر من اللغات السامية الأخرى. نولدك صرح بأن العربية احتفظت أكثر من أخواتها بكثير من الصور الصادقة لعناصر اللغة الأولى. هذا ربما أشهر يعني تعليق له. مشهور. نعم صحيح. في فقه اللغات السامية وغيرها. صحيح. في طليعة المستشرقين الذين تبنوا قدم العربية ألسهوزن الذي يقول إن العربية هي أقرب اللغات السامية إلى اللغة السامية القديمة، وأيد رأيه بعدة أدلة ارتاح لها الكثير من المستشرقين. من علماء العربية المعاصرين العقاد يقول اللغة العربية هي لغة الأقوام التي كانت تعيش في شبه الجزيرة العربية وتهاجر منها وإليها في تلك الحقبة، وقد كانت
لغة واحدة في من اليمن إلى مشارف العراق وتخوم فلسطين وسيناء. مصطفى العقاد. نعم. العقاد. يؤكد كلام العقاد الدكتور محمد سالم الجرح، يقول العرب والعربية أصل الشعوب واللغات السامية. نعم. بل إننا لا نستطيع أن نسمي الشعوب السامية كلها بالشعوب العربية واللغات السامية كذلك باللغات العربية، فنحن نمثل الجذع الذي تفرع منه جميعا. الدكتور علي العناني في مقدمة كتابه الأساس في الأمم السامية ولغاتها يذهب إلى أن الساميين جميعا هم من الأصل العربي. جميل. وأن لغاتهم ترجع إلى لغة عربية قديمة. طبعا أيضا الدكتور محمد صالح توفيق يقول لولا اختلاف الصورة بين اللغتين العربية والعبرية والاختلاف بعض الحروف والحركات بينها لقلنا العبرية عين العربية ولا تختلف عنها إلا في تقديم الحرف حرف الباء على الراء. عبري وعربي. نعم. جزء منها. فيليب حتي كذلك. نعم. كثيرة يعني. نعم. أقول شيئا. تفضل. يعني من اللغويين من ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. كيف؟ كيف؟ يعني رأوا أن اللغة العربية أم اللغات جميعا أو مفتاح اللغات. هذا الرأي نشره الأب أنستاس ماري الكريملي عراقي. عراقي. نعم. نعم. على صفحات المختطف والهلال ولغة العرب، ليس مسلما حتى يقول في القرن العشرين. نعم. وإلى هذا الرأي ذهب الشيخ محمد أحمد مظهر فنشر في مجلة الديانات التي تصدرها باللغة الإنجليزية جامعة الأحمدية في باكستان بحثا بعنوانه اللغة العربية هي أم اللغات جميعا. طيب. بسط نظريته وأدلتها في 10 مقالات نشرت في هذه المجلة سنة 1960 و900 ثم. نعم. أخذ يستعرض أصول طائفة من اللغات الحية والميتة مبينا انشعابها من أصول اللغة العربية، وطبق نظريته على اللغة السنسكريتية أيضا في سنة 60 وعلى اللغة الإنجليزية في عدد ديسمبر سنة 60. هذا الرأي طوره الباحث العراقي عبد الحق فاضل معتمدا على علمي التأثير والترسيس على أن اللغة العربية أم اللغات. هي أم اللغات جميعا. وقلنا في حلقة سابقة قبل ذلك بأن علم اللغة الكوني الآن الموجود في إنجلترا يعني علماؤه ومعظمهم ليس فيهم إلا واحد فقط من العربي، ويقولون بأن اللغة العربية هي أم اللغات جميعا وهي الباقية إلى أن تقوم الساعة. جميل. قبل أن نعود إلى دكتور محمد، إذن فلنتوقف الآن مشاهدينا الكرام مع فقرة ديوان العرب، ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر عنترة بن شداد، شاعر الفروسية والفخر والحماسة. عنترة بن شداد العبسي من شعراء الطبقة الأولى ومن أبرز شعراء المعلقات، اشتهر بشعر الفروسية والفخر والحماسة. قال عنترة: حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي، وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي، فأعص مقالته ولا تحفل به، واقدم إذا حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك منزلا تعلو به، أو مت كريما تحت ظل القسطلي، فالموت لا ينجيك من آفاته حصن ولو شيدته بالجندل، موت الفتى في عزه خير له من أن يبيت أسير طرف أكحلي، إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزلي، أو أنكرت فرسان عبس نسبتي فسنان رمحي والحسام يقر لي، وبذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي، يا نازلين على الحما ودياره هل رأيتم في الديار تقلقلي؟ قد طال عزكم وذلي في الهوى، ومن العجائب عزكم وتذللي، لا تسقني ماء الحياة بذلة
بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العرب من الرافدين، ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع: العلاقة بين اللغتين العربية والعبرية. دكتور محمد خالد الرهاوي، ذكرت قبل قليل وقبل فاصل ديوان العرب أن من مظاهر تأثير النحو العربي في النحو العبري أسماء الكتب وألقاب النحاة. نريد أن توضح لنا بشيء أكثر من التفصيل، ولكن باختصار تفضل. تمام. طبعا هذا من مظاهر تأثير العربي في النحو العبري، أنهم أطلقوا ألقاب النحاة العرب على النحاة العبرانيين. من ذلك مثلا أنهم أطلقوا لقب إمام النحاة على يهوذا بن حيوج المؤسس الفعلي للنحو العبري، كما وهو لقب سيبوي إمام النحاة. أيضا أطلقوا لقب سيبوي على مروان بن جناح القرطبي صاحب كتاب التنقيح والذي يقسم إلى اللمع والأصول وغير ذلك. ألقاب النحاة العرب غالبيتها نقلت إلى أو أطلقت على النحاة العبرانيين. أما الكتب فكثيرة جدا جدا، لا تكاد تجد كتابا في النحو العبري إلا أخذ اسمه من النحو العربي، من أسماء الكتب النحو العربي. من ذلك مثلا كتاب الأفعال ليهوذا ابن حيوج المتوفى سنة 390 للهجرة تقريبا، جاء على كتاب الأفعال ابن القوطية المتوفى سنة 367 للهجرة وغيره، وكذلك كتاب الأفعال لابن طريف الأندلسي، وكذلك كتاب الأفعال لابن المعافى السرقسطي، وأيضا كتب الحاتم مروان بن جناح اليهودي القرطبي أشهرها التنقيح، وهو على كتاب اسم كتاب التنقيح في الفقه، وكثيرة كتب بهذا العنوان وبهذا الاسم، وقد جعلها في جزئين. الجزء الأول اللمع على اسم كتاب اللمع لابن جني، اللمع في العربية، وهو متن تعليمي، وأيضا القسم الثاني سماه الأصول على اسم كتاب ابن السراج الأصول في النحو. كذلك له كتاب اسمه التنبيه على اسم كتاب ابن جني، التنبيه على شرح مشكلات الحماسة. له كتاب أيضا التسهيل على كتاب التسهيل لابن مالك. له كتاب أيضا اسمه التسوية على مصطلح التسوية في العربية. أيضا له كتاب اسمه التقريب على اسم كتاب لأبي حيان الأندلسي باسم التقريب. فكثيرة. كذلك الموازنة دخل التي ذكرها أيضا دكتور حمدي. أيضا الموازنة الإسحاقي بن بارون على كتاب الموازنة للآمدي. أيضا كتاب التصريف لإسحاق بن يشوش الطليطلي على كتاب التصريف للمازني. كتاب أيضا التذكير والتأنيث لموسى بن شموئيل القرطبي على كتاب التذكير والتأنيث للفراء وغيره. كتب كثيرة جدا في التراث العربي باسم أو بعنوان التذكير والتأنيث. أيضا كتاب حروف المعاني ليهوذا بن بلعم الطليطلي، ومثل كتاب حروف المعاني للرماني. وكثيرة جدا أيضا كتب حروف المعاني. نعم دكتور. كتاب الأفعال مثلا الأفعال المشتقة ليهوذا بن بلعم أيضا. أيضا هناك كتاب التجنيس لابن بلعم نفسه أيضا على اسم كتاب التجنيس لعلي الميرغناني. كتاب الموازنة كما ذكرت قبل قليل على كتاب الموازنة للآمدي. حقيقة كتب النحو العبري لا تكاد تجد كتابا في النحو العبري إلا قد أخذ اسمه من كتب النحو العربي. هذه يعني شواهد تدل على تأثر النحو العبري بالنحو العربي طبعا. إذن من هنا دكتور حمدي نريد أن نتعرف على تأثير التراث اللغوي العربي في التراث اللغوي العبري. يعني تكملة لما ذكره أخونا الدكتور محمد خالد الرهاوي، كتاب الموازنة يعني خير شاهد وخير دليل. صحيح. يعني سواء في التبويب في الكتاب أو المصطلحات أو الاستشهادات أو المفاهيم المتأثرة بالمصطلحات، كلها تدل على أنه متأثر تأثرا كاملا بالثقافة العربية. صحيح. يعني مثلا القول على مرتبة الفعل.
يعني هذه عبارة لا تكون في العبرية، وإنما هي مأخوذة من النحو العربي. صحيح. يعني مرتبة الفعل اعتمد كذلك في مادته الصرفية والنحوية على الاستشهادات من المصادر العربية، مثل ما يستشهدون من الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والحديث والشعر الإسلامي. كان متأثرا في من المصنفات أصلا، أيضا تأثر بالمصنفات القديمة في مثل كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد وفعلت وأفعلت للزجاج والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري وكذلك الفراء والزبيري. يعني كان من مصادره مثل هذه الكتب النحوية الأصيلة في النحو العربي. نعم. في القسم الثاني من الكتاب يلحظ أن المؤلف في عرض مادته اعتمد على المصادر المعجمية العربية القديمة، مثل كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ومعجم جمهرة اللغة لابن دريد والمنجد لكراع النمل. أيضا من الصور واضحة للتأثير العربي في كتاب ابن بارون، أنا أركز على كتاب ابن بارون ليكون الأمر واضحا، المصطلحات اللغوية العربية. نعم، اقتبسها من المصادر العربية. مثلا دكتور، مثلا يعني في الناحية الصوتية، اللفظ على الكلمة المنطوقة، وفي مقابل الخط على الحرف المكتوب. العلة، الاعتلال، اللين، الإدغام، القلب، الحذف، البدل، كل هذه المصطلحات الصوتية. يعني هي نفسها المصطلحات. في المصطلحات الصرفية، أصل، أصول، بنية، أبنية، المشتق، غير المشتق، الأفعال، الأفعال الجوفاء، وهكذا. في المصطلحات النحوية، العامل، غير العامل، النعت، المنعوت، حروف الخفض، ما لم يسمى فاعله، مرتبة أو رتبة الفعل، التعدي. يستخدم مصطلحات عربية خاصة يعني متأثرة بمفهوم بمفاهيم المصطلحات العربية، مثل المجرد والمزيد مثلا في الفعل، يقول الخفيف والثقيل، بدل المجرد والمزيد الخفيف والثقيل، أو بسيط ومركب، وأحيانا يقول المزيد. يعني بهذه الكيفية نرى أن يعني ابن بارون في مؤلفه هذا متأثر تأثرا كاملا بالثقافة العربية، وهذا يدل أيضا على تشابه اللغتين كما ذكرتم دكتور. يبدو أنها يعني العبرية هي بنت العربية، لهجة من اللهجة. اللهجة. نعم، وهم درسوا، وهم لأنهم كانوا يعيشون في كنف الأمة الإسلامية، وكانوا في الأصل الجميع يتكلموا باللغة العربية، فيتكلمون مثلهم ويدرسون الثقافة العربية ويتعلمون. نحن في بلادنا في قرانا كان غير المسلمين من النصارى كانوا يذهبون معنا إلى الكتاب ويحفظون القرآن الكريم. صحيح. نعم، بل يعني رأيت فيديو أنه أحد الناس من الحفاظ كان من غير المسلمين، أمر عجيب يعني، ليعلم القراءة والكتابة، لأنه في بعض القرى أغلبها من النصارى. فهذا من أجل أن يتعلموا اللغة العربية يحفظون القرآن الكريم. نعم صحيح، من أجل هذا. نعم. أيضا دكتور محمد خالد الرهاوي، من مظاهر تأثير النحو العربي كما ذكرنا في النحو العبري مصطلحات نحوية ذكر بعضها دكتور حمدي، حدثنا عن ذلك أيضا متفضلا. تمام. طبعا لكل علم مصطلحاته الخاصة التي تبدأ يسيرة ثم تنضج مع نضجه واستوائه على سوقه، واقتراض لغة أو أحد علومها مصطلحا من لغة أخرى أو أحد علومها أمر طبيعي. نجد اليوم عشرات المصطلحات الأدبية والنقدية الأجنبية في النقد والأدب العربي، لكن الحال مختلفة مع اقتراض النحو العبري من النحو العربي. لم يقف الأمر عند اقتراض مصطلح واحد أو مصطلحين أو عشرات المصطلحات، بل نقلت المصطلحات النحو العربي كاملة من النحو العربي إلى النحو العبري بألفاظها ودلالاتها وحدودها كما هي، وطبقت على اللغة العبرية. وأدنى تأمل في تلك المصطلحات التي استعملتها كتب النحو العبري تدل يقينا على أنها مصطلحات النحو العربي تماما. تجد أيضا مثلا الاسم والفعل والحرف كما هي بمفاهيمه وحدوده في العربية في العبرية. أيضا تجد أركان الجملة، الفعل والفاعل والمفعول به. تجد أيضا مثل الفعل الذي سمي فاعله والفعل الذي لم يسمى فاعله. أيضا تجد التمييز والحال والاستثناء والإضافة مثلا والإفراد والتركيب والإسناد. تجد أيضا التوابع مثل العطف والنعت والبدل. أيضا تقسيم البدل، بدل المطابق وبدل بعض من كل وبدل الاشتمال بالمصطلحات بحرفها وبمفاهيمها طبقت في النحو العبري. كذلك تجد مصطلحات التصريف
مثل التصريف والتصاريح والأمثلة والأبنية والصحة والاعتلال والإدغام واللين وما إلى ذلك. كذلك تجد مصطلحات مثل فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة كما هي في العربية، أيضا الحروف الزائدة والحروف الأصلية، آلية الوزن كما هي في العربية كذلك هي في النحو العبري. أنا جمعت مصطلحات العربية، مصطلحات النحو والصرف العربيين، طيب، التي استعملها ابن جناح القرطبي، مروان بن جناح القرطبي في مقدمة كتاب الأصول فقط دون حساب التكرار في الصفحة الواحدة، بلغت 192 مصطلحا نحويا وصرفيا عربيا في المقدمة. نعم، في المقدمة فقط عدا أبواب الكتاب بأكمله. مثلا يقول في مثلا في الصفحة الثالثة أبواب، الأبواب النحوية، الأصول القياسية، الأصل، الأصول، تصريف، ألفاظ، القياس. تجد مثلا أيضا في الصفحة السادسة المثال، المثال الفعل المعتل الحرف الأول، المثال واوي أو يائي. نعم، تماما. الفعل، الأفعال، وزن الكلمة، فاء الفعل، عين الفعل، لام الفعل، القياس، المصادر، الأسماء، أصل الكلمة، الحروف الزائدة، الحروف الأصلية كما هي في، يعني كما هي في العربية، العربية طبقت صحيح في العبرية تماما، صحيح، كما هي. أيضا تجد مثلا في الصفحة التاسعة في المقدمة، ما زلنا في المقدمة، نعم، التشديد أو بغير تشديد الشدة، الأسماء، الأفعال، الحرف الشديد، نعم، يعني حرف مشدد، ذوات المثلين يعني مضاعف، فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، الاشتقاق، نعم، محذوف، الأصل، الضمير، نعم، الإدغام، الجمع، الإضافة، الشدة، الأصول الثلاثية، الأصول الثنائية كما هي تماما في العربية، في النحو العربي والصرف العربي، نعم، أخذت وطبقت على النحو العبري. طيب، كذلك طيب، مثلا تجد في مثل الصفحة الثالثة عشر، الثالثة عشر من آخر استشهاد دكتور، نعم، مثلا الفعل، فعل، فاعل، مفعول به، المصدر، مصدر، الانفعال والافتعال على وزن فعل أو افتعل، ما لم يسمى فاعله، التصريف، نعم، حروف اللين، يعني هي نفسها كلها تقريبا نفس المصطلحات في النحوية والصرفية تمام، بلفظها وحدودها، نعم، ومفاهيمها تمام كم في العربية طبقت في العبرية. طيب، من هنا دكتور حمدي ننتقل إلى الجانب الصوتي، أيضا جانب مهم، حدثنا متفضلا عن الأصوات بين العربية والعبرية. علماء اللغة المقارن أو فقه اللغة المقارن في ألمانيا أدركوا أن اللغة العربية هي أصل للغات المسمى بالسامية، فلذا في هذا التخصص، نعم، في الذي يتخصص في اللغات السامية أوجبوا عليه أن يتعلم اللغة العربية، جعل مادة أساسية، لأن من يتقن اللغة العربية يستطيع أن أو يسهل عليه تعلم بقية اللغات السامية في ألمانيا. في ألمانيا، نعم، نعم، وهي يعني الموطن الرئيس لتعلم اللغات السامية من القديم. بالنسبة للأصوات الموجودة في تفردت بها العربية وتعتمد، طبعا معروف بأن اللغات السامية تعتمد على الأصوات الصامتة، اللي هو أصوات صامتة وحركات، يعني حروف وحركات. الحرف هو صوت صامت، الحركة الفتحة كسرة ضمة، ألف المد، واو المد، ياء المد، هذه الحركات. هذه اللغات المسمى بالسامية تعتمد على الصوامت، وتأتي الحركات لتغير المعنى أو لتغير من بناء إلى بناء أو ما شكل ذلك. الأصوات التي تفردت بها العربية واختفت بعضها من لغات أخرى، الأصوات الحلقية الستة، همز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، اكتفت اللغة العبرية بأربعة أصوات حلقية فقط، الهمزة والهاء والعين والحاء، تحولت الغين فيها إلى العين، وكذلك في الحبشية والأرامية، وتحولت الخاء في العبرية والأرامية إلى حاء. لصعوبة نطقها يعني عندهم تحولت، يعني ربما، نعم، تطور، لكن العربية باقية فيها إلى مية. مرجع ذلك إلى القرآن الكريم، القرآن، لأنه هي القرآن الحرف الحلقية، نعم، والذي حافظ على تغير، لأنه في العاميات ممكن تجدها اختفت بعض أحرف الحلقة الستة، هي أحرف الإظهار في التجويد، نعم، بالنسبة للنون السكنة والتنوين، نعم، نعم. من الخصائص الصوتية التي حافظت عليها العربية ميل أصوات الحلق إلى الفتحة، يعني فعل يفعل، اشترط فيه الصرفيون أن تكون عين الكلمة أو لام الكلمة
من حروف الحلق. صحيح. فتح يفتح، قرأ يقرأ، سأل يسأل. لذلك تأتي من نعم هذا الباب. هذا في الغالب، باب الثالث في الغالب. نعم يعني هذا نعم. في الغالب أنه نعم. بعد ذلك يقول لي أبا يأبى مقضية أخرى يعني. صحيح. نعم. الواو والياء. نعم. تتحول الواو في أول الكلمة إلى ياء في العبرية والأرامية، ففي كلمة الرخ العربية تكون فيهما والرخة. نعم. الاحتفاظ بالأصوات المطبقة والأصوات الأسنانية أو ما بين الأسنان. الأصوات المطبقة في اللغة الأم العربيات ككل أو نعم. السميات الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف. نعم. العربية احتفظت بأربعة، صاد والضاد والطاء والظاء. نعم. مطبقة. طبعا هذه الأصوات ضاعت في 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 اللغه، مثلا لا نجد الا الصاد والطاء، ومع ذلك قد ضاع. يقول لك وفي حين لم يبقى منهن سوى صوتين في الاكاديه والعبريه وهما الصاد والطاء. نعم. بين الاسنان اللي هو الثاء والذال والضاء. نعم. باقيه في الفصحى. نعم. لكن ضاعت في نعم. دكتور عفوا نكتفي بهذا القدر إن سمحتم، والآن هو الوقت انتهى، سنأخذ 3 دقائق إضافية في هذا الحوار قبل الانتقال إلى الفاصل. لدينا 3 دقائق بثلاثة أسئلة. دكتور معك دقيقة. في تأثر النحاة العبرانيين بطرائق النحاة العرب في تقسيماتهم، يعني هل استشهد العبريون بشواهد في اللغة العربية على نحوهم ولغتهم؟ نأخذ نموذجا مثلا، تفضل دكتور. نعم، قسم النحاة العبرانيون تقسيمات النحاة العرب. مثلا قسموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، قسموا الجملة إلى اسمية وفعلية، قسموا الفعل إلى فعل سمي فاعله وفعل لم يسمى فاعله، قسموا في الصرف الأفعال إلى صحيحة ومعتلة، والمعتلة إلى مثال وأجوف وناقص، قسموا الحروف أيضا إلى أصلية وزائدة، اعتمدوا الأصل الثلاثي كما هو حال العرب. أيضا في الموضوعات مثلا في الباب الأول من كتاب اللمع المبادئ الكلام في العربية والعبرية تماما قسمها إلى أسماء والأفعال والحروف. أما الشواهد فاستشهد كثيرا جدا، لم يجد لا تكاد تجد بابا من أبواب الكتاب اللمع أو الأصول إلا قد استشهد بشواهد من العربية. مثلا في كتاب الأصول المقالة الأولى يقول الألف والباء هو الكلى، أب أبا هو الكلى أي العشب، وقد يسمى الموضع الذي ينبت العشب بهذا اللفظ أيضا. وقد تقول العرب للمرعى أبها كما تقول للكلى. يقول وفي كتاب الحاوي أنه الأصل الذي ينبت فيه. بعد ذلك مثلا في كتاب اللمع على الظواهر النحوية كثيرة جدا جدا، مثلا هو يستشهد من كتاب سيبويه، مثلا يقول يفعل على حذف جزء من الكلمة، يقول وقد يفعل غير العبرانيين مثل هذا كما قالت العرب المنى يعني المنايا أو المنازل فحذفت، وقد يحذفون أكثر من هذا حتى إنهم قد يستجزئون من الكلمة بذكر أول شبه منها. حكى عنهم سيبويهم وأنشد بالخير خيرات وإن شرا فا يحذفون ولا أريد الشر إلا أن تا يعني تا. أراد إن شرا فشرا فاستجزأ بالفاء يعني فا شرا. صحيح. نعم. أو هكذا وهكذا دكتور. فاستشهد شواهد كثيرة جدا. أيضا يستشهد مثلا على الاستفهام اجتماع حرفي همزة الاستفهام ويقول كما تقول العرب أحقا أو أهل. ويستشهد كثيرة جدا لا تكاد تجد بابا من أبواب اللغة. صحيح. أو الأصول إلا تجد إليك أيضا العربية، وهو يصرح بأنه لا يتحرج من الاستشهاد باللغة العربية وكلام النحاة العرب. سأعود إليك في آخر دقيقة دكتور، بأقل من دقيقة دكتور حمدي لو سمحتم، حدثنا عن التأثير المعجمي. يعني سأذكر معجمين سريعين، وهو يعني عندنا سعدي بن يوسف فيومي وصاحب أول معجم في تاريخ اللغة العبرية سماه الجامع. وهذا الاسم تأثر بما وضع في اللغة العربية من معاجم أو مؤلفات تحمل هذا الاسم، من ذلك الجامع في الحديث لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري بالولاء المتوفى سنة 97 و100، الجامع الصحيح للإمام البخاري، الجامع الصحيح للسنة الترمذي. هذا المعجم للفيومي اللي هو سعدية ظهر في طبعتين، الأولى باللغة العربية العبرية والثانية باللغة العربية، لكنهما لم تكن طبعتين منفصلتين، بل إن سعدية أعاد تأليف معجمه باللغة العربية، لم يكن تأليفا جديدا بل كان عبارة عن مقدمة وإضافات لما كتبه باللغة العبرية. سمى المؤلف باللغة العربية اسما جديدا وهو كتاب أصول الشعر العبراني، متأثر بكتاب ثعلب قواعد الشعر.
المعجم مكون من مقدمة عربية ومقدمة عبرية. الجزء الأول من المعجم جاء مرتبا ترتيبا ألف بائيا حسب الحرف الأول من الكلمة مع الترجمة باللغة العربية. الجزء الثاني من المعجم جاء مرتبا ترتيبا ألف بائيا حسب الحرف الأخير من الكلمة مع الترجمة باللغة العربية. الخاتمة تناول فيها أشكال التعبير من شعر ونثر مع أمثلة مختلفة. طيب. المقدمة أيضا كان متأثرا فيها بما كتبه علماء العربية لماذا يكتب المعجم. نعم. الحث على طلب العلم، موضوع ظهور اللحن، الخوف من عدم معرفة الكتاب المقدس، مثل هذه الأمور التي شاعت في زمانه. نعم. وهو متأثر في بالمعجمين العرب أمثال الجمهرة لابن دريد وغيره. طيب. من المعجم الثاني سريعا، الفاسي هو؟ الفاسي. نعم. الفاسي هذا رتب معجمه ترتيبا أبجديا، وهو الترتيب الأكثر شهرة. نعم. اللي هو سماه الجامع أو كتاب جامع الألفاظ لأبي سليمان داود ابن إبراهيم الفاسي. نعم. أحد القرائين. نعم. رتب معجمه ترتيبا ألف بائي، الترتيب الأكثر شهرة واستخداما بين المعجميين العبريين مثل المعجمات العربية يعني. نعم. أكثر قسمه إلى 22. نعم. جزءا تبعا. نعم. لأن عدد حروف الهجاء في العبرية 22 حرفا. طيب. نعم. ثم أعاد تقسيم كل جزء إلى أبواب تبع للحرف الثاني للجذر، وهذا لم يتبعه إلا مع ثلاثة أحرف أو ثلاثة أقسام فقط، اللي هي أحرف النون والياء والسين. أما الأجزاء الأخرى فلم يتم فيها هذا النظام. بأقل من نصف دقيقة إن سمحت دكتور محمد، لأن الوقت خلاص انتهى. حدثنا عن الأصول النحوية والصرفية بين اللغتين. نعم. الأصول النحوية كما تعلم أصل السماع، وكان القرآن مصدر الأول للسماع. كذلك العبرانيون اعتمدوا الكتاب المقدس أصلا للسماع عندهم. والقياس كما هو عند النحاة العرب اعتمدوه، كذلك اعتمدوا نظرية الأصل والفرع ونظرية العامل كما وضعها الخليل بن أحمد الفراهي، طبقوها على النحو العبري أو على اللغة العبرية. وكذلك العلة، مثلا أصل والفرع، يقول مروان بن جناح المذكر أصل والتأنيث فرع، وهكذا. جدير بالذكر في هذا الوقت الضيق جدا أن النحو العبري لم يكتفي بالتأثر بنحو العربي فقط، بل إنه كتب النحو العبري باللغة العربية، ولم ينقل إلى العبرية إلا بعد أن سقطت الأندلس، واضطر اليهود إلى ترك الأندلس كما هو حال العرب، اضطروا إلى تركها. فهم كتب تأثر ونقل المصطلحات والعلم كاملا طبق وكيف مع العربية مع العبرية، وأيضا كتب باللغة العبرية، ولم يعرفه اليهود إلا بعد سقوط الأندلس كما ذكرته قبل قليل. إذن في ختام فقرة موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكر ضيفنا عبر سكايب من الدوحة دكتور محمد خالد الرهاوي، الأستاذ المساعد بقسم اللغة العربية في جامعة قطر. حياكم الله، شكرا جزيلا لكم دكتور. شكرا لكم. شكرا جزيلا. أهلا الله. حياكم الله. أما الآن مشاهدينا الكرام، نبقى مع وقفة قصيرة وصحيح القول. كيان وصهيون. كيان بكسر الكاف لا كيان بفتحها. يقول بعضهم الكيان الصهيوني بفتح الكاف، وهذا الضبط غير صحيح لأنه لم يرد في المعجمات اللغوية. وصحيح القول الكيان الصهيوني بكسر الكاف. كان الشيء كونا وكيانا وكينونة، فهي إحدى مصادر الفعل كان. إذن قل كيان بكسر الكاف ولا تقل كيان بفتحها. صهيون. صهيوني بكسر أوله وسكون الهاء وياء مفتوحة وواو ساكنة، نسبة إلى جبل صهيون غربي القدس. قال الأعشى وإن أجلبت صهيون يوما عليكما فإن رح الحرب الدكوك رحاكما. وبعضهم يقول الكيان الصهيوني بفتح الصاد وضم الياء، أو الكيان الصهيوني بضم الصاد والياء، وكلاهما خطأ. وصحيح القول الصهيوني بكسر الصاد وفتح الياء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في لسان العرب من الرافدين، وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني، وعنوان هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم الجزء الأول. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونبدأ بسؤالنا الأول في البيان القرآني. دكتور حمدي، ما موقف العلماء من المعرب في القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن بأحسن إلى يوم الدين. في الحقيقة قضية المعرب في القرآن الكريم من القضايا التي تناولها علماؤنا القدماء، لكن أذكر أصولا لهذه القضية. أولا، اتفق العلماء على أنه لا يوجد في القرآن الكريم جمل من غير العربية. جمل نعم، يعني مركبات أو جمل أو عبارات لا توجد البتة. نعم. اتفقوا أيضا على أنه توجد أسماء أعلام، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، غير عربية موجودة. نعم، لكنهم اختلفوا في وجود ألفاظ أجناس مفردة في القرآن الكريم من غير العربية. فذهب الأكثرون منهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن فارس على عدم وقوعه فيه، لقوله سبحانه قرآنا عربيا، ولقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. نفوا ذلك يعني. نعم. وذهب آخرون ومن هؤلاء السيوطي وابن النقيب وغيرهم إلى أنه يوجد في القرآن الكريم من كل لسان. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عامة ولم يرسل إلى قومه خاصة. صحيح. نعم، ففيه من كل لسان. أتى بعد ذلك عالمنا الجليل أبو عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة 24 و200 من الهجرة، ووضع قاعدة رائعة يعني استمدها من بعده ابن عطية ومن سار سيرته. قال الفريقان على صواب. كيف؟ قال هذه الألفاظ في أصلها غير عربية، لكنها دخلت إلى بلاد العرب في عصر الاحتجاج اللغوي قبل الإسلام، فتكلم بها العرب فصارت عربية في التكلم. فمن قال بأن في القرآن الكريم ألفاظ غير عربية كلامه صحيح على الأصل، هذا منهج تاريخي. نعم. ومن قال ليس في القرآن الكريم أي لفظ غير عربي فهو صحيح، لأنه عندما تكلمت بها العرب صارت عربية. عربي صح. نعم، هذا خلاصة هذا الأمر. نعم. إذن ندخل في الآيات مشاهدينا الكرام، نأخذ هذا المثال. ذكر العلماء طبعا القائلون بوجود ألفاظ أجناس من غير العربية في القرآن الكريم، ألفاظا قالوا إنها عبرية. ونبدأ هنا مشاهدينا الكرام بقوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هذا في سورة الأعراف. نعم، السيوطي طبعا السيوطي في كتابه المهذب فيما في القرآن الكريم من المعرب وفي الإتقان كذلك، وأيضا البرهان للزركشي فيه وفنون الأفنان لابن الجوزي، يذكرون ألفاظا مفردة، ألفاظ أجناس مفردة. نعم. فوقعت في القرآن الكريم من غير لغة العرب، من ذلك أخلد. قالوا ركن بالعبرية، والحكم على الكلمة بأنها عبرية غير صحيح. لماذا؟ لورودها بمشتقاتها في العربية. صحيح. قال الراغب في الآية ركن إليها ظانا أنه يخلد فيها، وقال أبو حاتم الرازي، وقال أبو عبيدة في قوله عز وجل وتقدست أسماؤه ولكنه أخلد الأرض، أي تقاعد وتقاعس وضر بنفسه. ويقال المخلد الذي تبقى ثناياه حتى تخرج رباعيته، والمخلد أيضا إلى آخره. يعني أخلد عربية موجودة، عربية قولا واحد، الخاء واللام والدال جذر عربي قولا واحدا. أيضا من ذلك قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في البقرة. نعم. ما معنى الأسباط هنا وما لغتها دكتور؟ قالوا السبط بلغتهم بمنزلة القبيلة للعرب، وقالوا السبط في بني إسرائيل مثل القبيلة عند العرب. نعم، ابن الأثير تكلم وهو يعني من المعجمات الخاصة بالقرآن الكريم، السبط مفردا ولد الولد أو ولد البنت أو الطائفة أو القطعة، أقوال ثم استعمل في كل جماعة من بني إسرائيل كالقبيلة في العرب. طيب، في آخر آية أيضا في قوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين في الأعراف، ما معنى اليم وما لغتها؟ اليم طبعا علماؤنا قالوا البحر وقالوا النهر، وبالنهر أولى.
لكنهم نسبوها إلى أكثر من لغة. منهم من قال ابن قتيبة قال اليم البحر بالسريانية، لكن المذكور في كتابه المطبوع اليم البحر فقط. قال ابن الجوزي وبلغة العبرانية اليم البحر، وفي البرهان للزركشي اليم البحر بالقبطية، وفي التاج اليم البحر كما في الصحاح، وهكذا. هناك قال هناك اختلاف أيضا في نعم هذا اختلاف، يعني اختلاف كثير. لكن لو نظرنا في المعجمات العربية وفي المادة نفسها نجدها موجودة في العربية الياء والميم مشددة. وتكلم في هذا ابن فارس في معجمه معجم مقاييس اللغة وغيره، وإن كانت أخذت معنى آخر بمعنى يعني الأصل في اليم القصد. نعم لو ان صارت بمعنى النهر او بمعنى البحر فهذا امر اخر، لكن جذرها عربي. في ختام هذه الحلقه نشكر ضيفنا الاستاذ الدكتور حمدي بخيت، استاذ اللغه العربيه بجامعه غيرسون التركيه، جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وياكم نلقاكم اذا مشاهدينا الاسبوع المقبل ان شاء الله، وحلقه جديده من لسان العرب في رعايه الله وحفظه.